هل يشمل حق نفقة الزوجة على تأمين نفقات عبادتها المفروضة كتشريف؟ لا، الحج ليس واجبا، لا يجب على الزوج إرسال زوجته إلى الحج على نفقته. الحج فريضة الله على المستطيع، إن استطاعت الزوجة بمالها وجبت عليها الفريضة، إن لم تستطع سقطت عنها. ويبقى أن إعانة الزوج زوجته على الحج من حسن العشرة، من النبل، من مكارم الأخلاق، شيء جميل. لكن هل هو فريضة محتومة لازمة يأثم تاركها؟ الجواب لا، لأن النفقة الشرعية بتشمل الغذاء والكساء والدواء ونحوه.